الدكتور سمير جعجع من بطن أمه ولد قائدا ولا زال حتى من داخل زنزانته مارد متمرد على الواقع الأليم ورؤيوي ملهم التزم بالمبادئ التي أوصلته ليخلص شعبا ينوء تحت أثقال المفاهيم العشائرية والعائلية الضيقة والسياسات التقليدية والرجعية. من رحم المعاناة والفقر والظلم تكونت قناعاته وأفكاره وراح يجسدها متخطيا التحدي تلو التحدي. فكانت القوات اللبنانية القضية، الحلم والهدف. تاريخ مليء بالانتصارات والانكسارات، معاناة وظلم، قهر وخيانات، والقائد الحالم العنيد بصموده وعنفوانه غدر به الحاقدون، وتحت شعار القانون والعدالة تحول إلى سجين سياسي رافضا المتاجرة بالقضية التي استشهد من أجلها الآلاف. أنا بعرف أنه ابني بريء، نحن بريئين، بهمنا نكون بريئين تجاه الله وبس، والعبد يعمل اللي بده إياه، في الله اللي بحاسب، الله هو اللي بحاسب. كثيرون سألوني في أوائل شهر نيسان من العام 1994 عندما كان قد أصبح واضحا بأن السلطة قد صممت على اعتقالي ولم يعد يفصلنا عن ذلك سوى أيام قليلة، سألوني على ماذا أنت متكل، وآخرون طرحوا السؤال بعد توقيفي حتى على ماذا هو متكل، على أي قوة محلية أو إقليمية أو على أي قوة عظمى. والسؤال طبعا في محله وحدس السائلين في محله أيضا، لأني أنا بالفعل متكل، أنا متكل على قوة عظمى لكنها أعظم بكثير من كل القوى العظمى التي تخطر عادة في البال. أنا متكل عليه هو خالق السماوات والأرض، وأقصى تمنياتي سيد الرئيس هي ألا يعتقد معتقد بلحظة من اللحظات بأن الله قد مات أو بأنه لا يتدخل في التاريخ، فأثار وبصمات لمساته ظاهرة واضحة جلية على كل مفترق من مفارق أيامنا. يوم أدخل إلى السجن اعتقد كثيرون أنه لن يخرج منه حيا، وأنه دخل إليه لا ليخرج منه، وراهن كثيرون على أن مرحلة سمير جعجع ختمت بالشمع الأحمر ذاك النيسان من العام 1994 بعدما سال الدم الأحمر في كنيسة سيدة النجاة. يوم ذاك منع من التصريح والتلميح، لكنه في قرارة نفسه كان يقول يا قليلي الإيمان. أدخل سمير جعجع إلى السجن لأنه كان يطالب بما أصبح اليوم مطالب. هل يفجر سمير جعجع كنيسة؟ طرح السؤال همسا، لأن أحدا في ذلك الحين لم يكن يجرؤ على رفع صوته. لم يكن بالإمكان سوق سمير جعجع إلى السجن إلا بهذه التهمة الكبيرة والفظيعة. أبى سمير جعجع السفر، أبى التراجع، أبى الاستسلام، قرر المواجهة. فرد في مواجهة دولتين، دولة الوصاية وهي سوريا بجيشها ومخابراتها والحاكم للبنان في عنجر، ودولة الخضوع بحكومتها وأجهزتها. وحين كان ينصح بأن العين لا تقاوم المخرز كان يجيب يا قليلي الإيمان. ست رضا شو رح تعمل اليوم طالع؟ يعني الحكم طلع وهو مؤبد، شو رح كيف رح تتصرفي؟ مؤبد، ما في شيء مؤبد بهالدنيا أبداً.